هاتف سيادة النائب محمد دحلان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي السابق طبعا بحركة فتح. سيد دحلان مساء الخير، مساء النور. أهلا بك. يعني ماذا تقول في هذه الحادثة؟ وربما سمعت ما قاله السيد الزهار والسيد أبو مرزوق منذ قليل. يعني يصعب الكلام عن حجم الألم الذي كسر قلب كل مواطن عربي وليس فلسطيني لما حدث. هذه ليست الحادثة الأولى التي يذهب عظماء الجيش المصري ضحايا الإرهاب وضحايا الإهمال وضحايا الاستهتار بالأمن القومي المصري. هذه ليست الحادثة الأولى، سبق قبل ذلك أن دخلت حركة حماس بقوات عسكرية واقتحمت ودخلت ورفعت علمها على بعض المنشآت في منطقة العريش، وتغاضت الحكومات المصرية والرئيس السابق عن هذا السلوك لاعتبارات تخص مصر ولا تخص الشعب الفلسطيني. ثانيا، إذا لم يوضع حد لتجاوزات حركة حماس ستستمر مثل هذه الأحداث وهذه التجاوزات. أنا لا أتهم حركة حماس في هذا الحادث، ولكنها خلقت البيئة الملائمة لمجموعات إرهابية متطرفة لا تمس لا بالإسلام ولا للشعب الفلسطيني ولا للشعب المصري العظيم بأي صلة. فهي ترعى هذه الجماعات لأنها استخدمتها في لحظة من اللحظات ضد أبناء فتح في قتلهم وفي سفك دمائهم. أما الرد على الدكتور الزهار فهو يعني لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى الوطني يستحق الرد. الآن هي مهم يعني وقت عمل جدي ووقت جرد حساب حقيقي أن الحفاظ على الأمن القومي المصري هو الحفاظ على الأمن القومي العربي بكامل. ولكن لفت نظري قبل أسبوع أن جاء إسماعيل هنية إلى مصر وأكرم كما لم يكرم الرؤساء، كان الأجدر بهم أن يكافئوا هذا الإكرام من قبل الرئيس المصري محمد مرسي بالحفاظ على مصالح مصر في سيناء وليس تخريبها، وأن يثبتوا أنهم عناصر فاعلة في تأمين الأمن القومي المصري في سيناء. الأمن القومي المصري يؤمن من خلال رجال مصر ويؤمن من خلال الجيش المصري العظيم ولا يؤمن من خلال ميليشيات وعصابات. الأفضل لهم أن يكفوا شرهم عن مصر وعن سيناء وأن يقدموا الواجب الوطني الحقيقي الذي رسمه ياسر عرفات رحمه الله في الحفاظ على هذه الجبهة من منطقة الحدود. طيب سمعنا لكثير من الحجج والذرائع حول الأنفاق. الأنفاق هي مصدر رزق لقيادات حماس. الأنفاق لا يستفيد منها الشعب الفلسطيني بل تستفيد منها قيادة حماس. النقطة الثانية والمهمة، أرجو من كل الشعب المصري العظيم الذي نحترمه ونجله، نحن تعلمنا في مصر وأكلنا من مصر ومصر لها في رقاب الشعب الفلسطيني الكثير من الشهداء والكرم، أرجو أن لا يحسب ذلك تجاوز على الشعب الفلسطيني بل يحسب على قيادات حماس التي ترعى هذه المجموعات الإرهابية. طيب يعني حضرتك تتحدث عن أن يكفوا شرهم، يعني هل لديك دلائل أن هذا الشر، وحط الشر ده بين قوسين، يأتي من داخل غزة أو برعاية حماس؟ والحديث مع السيد الزهار عن أن والله افتحوا المعابر بشكل عادي وإحنا نقفل الأنفاق. يعني هي ذريعة الأنفاق وذريعة المعابر هي ذريعة قديمة جديدة. الفلسطينيون وأنا منهم لا ينقصنا شيء من ما يسمى بالحصار. انا لا ابرر. لا يمكن حضرتك في رام الله يا سيد دحلان، غزه وضعها مختلف. لا 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 لا، وضعها ليس مختلف. غزه وضعها مختلف بسبب حصار حماس لابناء الشعب الفلسطيني في غزه ولحصار اسرائيل للشعب الفلسطيني في غزه. غزه لا ينقصها اكل ولا ينقصها شؤون اجتماعيه. غزه ينقصها كرامه والخلاص من الحصار الاسرائيلي واعطاء حريات التي صودرت من قبل حركه حماس. أنا التقيت مع وزير سوداني قبل فترة في مصر وكان يقوم بزيارة إلى غزة وقال لي بالحرف الواحد وهو ليس من أولئك المتعاطفين مع فتح المتعاطف مع حماس، قال اللهم ارزقنا بحصار مثل الذي يكون في غزة لأنه فيها مواد تموينية أكثر من في السودان. يعني لذلك أنا لست هنا بصدد في هذا الجرح النازف في مصر أن أسجل نقاط بقدر ما أقول وأدق جرس إنذار. إن ما يجري في غزة هي مأوى لمجموعات خارجة عن القانون،
حركة حماس أحدثت انقلاب وسيطرت على غزة، عليها الحفاظ على حدود مصر فقط، ولنترك لهم الحكم، خلينا نشوف وين حكمهم وصل الشعب الفلسطيني. لكن الذريعة بأنه الحصار هو غزة ليست محاصرة من مصر، هاي كل قيادات حماس قاعدة في كل المولات في مصر، ليس عليهم حصار. أما أن يكون أن يضمن الشعب المصري بهذه الطريقة، هناك أوكار في غزة وفي سيناء. الأمن المصري يعرف أكثر مني، أنا لا أتدخل في هذا الأمر، بل أنا أقدم تقديرا أن كل العمليات السابقة كان هناك ارتباط لمجموعات إرهابية خارج عن قانون، وهي بالمناسبة ضد حماس، ولكن في لحظة من اللحظات آوتها حماس ودربتها واحتضنتها لتستخدمها ضد فتح. الآن تكتوي حماس بنفس النار، لأن حماس عليها التزام أمام الرئيس المصري الذي أكرمهم، وأمام الإخوان المسلمين الذين احتضنوهم. الآن أمن القوم المصري على المحك، عليهم واجب. أنا لا أقول أنهم نفذوا العملية، ولكن هم يعرفوا من شارك ومن ساهم ومن بنى ومن قدم المساعدة لذلك. لذلك واجبهم أن يقدموا، هم الحكومة الذي يقول أنهم الحكومة الشرعية، عليهم واجب في مكافحة الإرهاب الذي لا يستفيد منه أحد إلا إسرائيل. إسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي يعني انتابها فرح شديد بالأمس، للأسف الشديد انتابها ارتباط شديد حتى تؤكد للعالم أن مصر مقصرة بين قوسين في أداء واجبها. هذا ما أرادته إسرائيل، وهذا ما تنفذه وما ينفذه أعوان إسرائيل في مصر اليوم. أشكرك سيادة النائب محمد دحلان، القيادي السابق بحركة فتح والنائب بمجلس التشريعي الفلسطيني.